ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق. دكتور عمرو، بعد التحية، كيف قرأت استعراض مجلس الوزراء لهذا التقرير الذي يعكس قوة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية؟ الاقتصاد المصري يحقق 14% معدل نمو، يعني أكبر معدل نمو منذ 14 عاما، أعلى معدل نمو حتى الآن، كيف تقرأ ذلك؟ صحيح، هي مؤشرات نمو مهمة جدا وجيدة متميزة على المستوى العالمي، لكن خليني قبل ما أتكلم لك على مؤشرات النمو إن احنا نتكلم، وده مهم، على النهج وعلى المدرسة وعلى الرؤية الاقتصادية. احنا الحقيقة المدرسة الاقتصادية في الفترة الأخيرة أو النهج الاقتصادي، يمكن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفتكر في 2015 لما ابتدينا برنامج إصلاح اقتصادي صعب جدا، المؤسسات الدولية، نرجع بالذاكرة لورا، لا البنك الدولي ولا صندوق النقد الدولي كان متوقع ان مصر تنجح في الاصلاحات الهيكليه، لكن السيد الرئيس اصر على ان الاصلاحات دي يتم، برنامج الاصلاح الاقتصادي يتم، وبشقين، شق اجتماعي وشق اقتصادي، وده اللي الصندوق ما كانش متوقع ان احنا نمشي فيه، ان احنا نمشي على الجناحين، الجناح الاقتصادي والجناح الاجتماعي، والسيد الرئيس اصر على ان يكون في جانب اجتماعي علشان يواجه هذه الازمات. احنا نوعنا في مصادر النمو الاقتصادي، اخذنا في اعتبار ان احنا عندنا اداره مخاطر وازمات من ساعة ما بدينا الإصلاح الاقتصادي. سياساتنا الاقتصادية كانت إجراءات وقائية، كان عندنا إجراءات استباقية بشكل كبير، وحطينا آليات لتنفيذ السياسات، لم تكن فقط سياسات أو إجراءات، لكن كانت هناك آليات واضحة تشاركية مع الجهاز المصرفي ومع المصدرين ومع كافة الجهات الاقتصادية في الدولة، علشان نقدر إن احنا نوصل لمعدلة النمو. ومش بس كده، انت طبعا عارفين ان احنا كنا من 18 دولة على مستوى العالم اللي حققت نسبة نمو بوزيتيف او ايجابي موجب بعد ازمة كورونا. احنا الاقتصاد المصري بعد ما سقط بعد الثورة ل 1.8%، 1.8%، والارقام دي مهمة، ان هو يطلع خلال العام الحالي ل 5.9% صحيح او 6%، وتوقعات ان هو يطلع الى فوق ال 6% بعد ما كان انخفض الى 4.4% او 3.6%. فاحنا الدوله الوحيده، صحيح، الدوله الوحيده، خلي بالك، الدوله الوحيده من بين الدول المستورده للنفط اللي حققت نمو ايجابي، صحيح، الدوله الوحيده. ده حتى دكتور عمرو في ظل يعني ازمات كما ذكرت، يعني ازمه كورونا ثم الازمه الروسيه الاوكرانيه، كيف يعكس ذلك يعني نظرة المؤسسات الدولية الاقتصادية للاقتصاد المصري؟ نجد إشادات متتالية من يعني مؤسسات مالية واقتصادية معروفة عالميا تشيد بالاقتصاد المصري، انعكاس ذلك على رؤية المستثمرين للسوق المصرية الفترة المقبلة. شوف التقارير بتاع ستاندرد اند بور وفيتش، وانا بتكلم من التقرير، يعني انا هقرا كلام التقرير، ليس كلام عمرو صالح ولا كلام حكومي ولا مؤشرات حكوميه، لكن التقرير الدولي بيقول لك ان مصر كانت من ضمن الاقتصادات الاكبر والاسرع في عمليه النمو في المنطقه، وده كلام مؤسسات دوليه. ولما المؤسسات الدوليه زي فيتش على سبيل المثال، الكلام ده في ابريل اللي فات منذ عدد من الاشهر، لما تثبت التصنيف الائتماني المصري عند بي بلس مع نظره مستقبليه مستقره، ده للمره الرابعه على التوالي خلال ازمه كورونا، بعد ازمه كورونا، وده طبعا شهاده ثقه في الاقتصاد المصري رغم ازمتين عصفوا مش بدول، انا بتكلم على مجموعات اقتصاديه كبرى صناعيه زي اوروبا، شايفين ما يحدث في اوروبا، شايفين ما يحدث في الولايات المتحده، شايفين ما يحدث في دول ناميه زي باكستان او بنجلاديش، لكن احنا يبقى عندنا قدره على مواجهه التحديات الاقتصاديه ونقدر ان احنا نحافظ على، وده نقطه مهمه جدا، على الثبات الانتاجي والقدره الانتاجيه وزياده الصادرات رغم الاضطراب العالمي في سلاسل التوريد والامداد وارتفاع معدلات التضخم وتكاليف الشحن والنقل على مستوى العالم، صحيح، زياده الاسعار العالميه في السلع الاستراتيجيه والنقل والنفط، طبعا دي كلها يعني كانت ضربات ممكن وعصفت بكثير من الدول، لكن لاننا كان عندنا نظره استباقيه وقدره على اداره الازمه، صحيح، قدرنا ان احنا خلي بالك كمان نسجل معدل نمو مرتفع. طب في ظل هذه الازمات دكتور عمرو المتتاليه، ايضا هذا التقرير الصادر عن مجلس الوزراء اشار الى تحسن معدلات البطاله بشكل كبير، هناك انخفاض في مستويات او معدلات البطاله، كيف تقرا ذلك؟ ايوه، ما هو انت لما يكون عندك معدلات نمو ايجابيه ومعدلات نمو عاليه
مش بنتكلم على 1% 2%، لكن لما نتكلم على 5% و6% يبقى انت النهارده بتعمل مشروعات. وبالمناسبه المشروعات القوميه اللي تمت دي مش مشروعات رفاهيه، ده لم يكن اقتصاد رفاهيه، بتوفر فرص عمل، اقتصاد تشغيل، اقتصاد تشغيل، بتعمل سياسات اقتصاديه وماليه متوازنه تقدر تحافظ بيها على الفائض الاولي في الموازنه العامه، تخلق بيها فرص عمل وتحقق وفرات في المصروفات، تخلق بيها فرصه عمل. صحيح. وتخفض العجز في الموازنه اللي وصل ل 6.2%، وتنزل معدل الدين لاقل من 90%. صحيح. ده احد المؤشرات اللي خلتك عندك بتشتغل على جناحين، انك انت بتصرف من الموازنه العامه عشان تخلق مشروعات، علشان تخلق فرص عمل. صحيح. لكن في نفس الوقت قادر ان انت تتحكم في عجز الموازنه، وده نقطه يعني مهمه وحساسه جدا. والدليل على كده ان ما كانش فيه خطوره. طبعا الدوائر يعني بنسمع كتير من الدوائر النهارده تقول لك ان حجم الدين والاستدانه والبنك الدولي والمؤسسات الدوليه، ما كانش النهارده لا فيتش ولا ستاندرد اند بور اديتك بي 2 بلس. صحيح. ومستوى مستقر في الموازنه او الاستدامه للمؤشرات الاقتصاديه. صحيح. وبعدين تشتغل على تلبيه الاحتياجات التنمويه بتاعت المواطنين، وتعزز اوج الانفاق على الصحه والتعليم والمظله الحمايه الاجتماعيه، وتحسن بيئه الاعمال، وتزود استثمارات القطاع الخاص. السيد الرئيس كان بيتكلم على توجيه استثمارات القطاع الخاص في الاستثمارات الحكوميه، يعني الدوله الناس عايزه والحكومه عايزه القطاع الخاص يدخل، يبقى عندنا قدره. صحيح. تنافسيه للمنتجات المصريه. وبعدين احنا وصلنا في الصادرات ل 31 32 مليار. صحيح. يعني هي مؤشرات على كافه الاصعده، رقم قياسي. صحيح. على كافه الاصعده الاقتصاديه مؤشرات يعني متفائله، وبتعكس ايضا حجم التقدير للمؤسسات الدوليه للاقتصاد المصري في هذه الفتره. اشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والتحليل، الدكتور عمرو صالح استاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق، شكرا جزيلا لك.